أين الفقهاء؟ أين الفقهاء؟ والله إنهم تائهون يفتون في الأرض بدون علم، فوالله لا يعلمون، لهم خزي في الأرض وفي الآخرة يعذبون. هربت الأسماك منهم وقالت اتبعونا فوالله لن يمكنكم الله منا، لن يمكنكم تمكينا. وقالت لهم حتى حلما قالت لهم انتظروا فإنا مع المنتظرين. وقلت للفاقه هذا الشط جميل ورحب، فتعالى وكن من المستفيدين، اترك الأسماك في أحسن حالاتهم واتركنا نحن في أحسن حالاتنا. ولكنه أبى واستكبر فكان من الخاسرين. والله يا عبد الفقيه الا حبا بك بس تدير هذا الشارع، حبا بك والله.